الفاينل. بالنسبة للفاينل إن شاء الله، بالنسبة للفاينل أول امتحان الفاينل هيبقى 25 أول امتحان فاينل. يعني تأكد إن الميعاد 25/5 أعتقد ده يوم خميس. وده بناء على رغبة مني بصراحة، بناء على رغبة مني أنا قلت الامتحان يبقى يوم الخميس قبل الرمضان، لأنهم كانوا جايبين الامتحان بتاع الميكانكس كان أول يوم في رمضان، كانوا عاملينه يوم السبت. فأول يوم في رمضان خفت بقى إيه؟ هتبقى طول الليل سهران وطول الليل معرفش إيه والصيام، وهتيجي هنا مش فاهم. فأنا قلت لا، هتيجي في المس مسا، انما في الميكانكس هيبقى عندك انت يوم 25. اللي انا عايز اقوله، اللي ذاكر للسكند ميد تيرم اكزام يعتبر كده ذاكر للميكانكس. انا بقول اهو، اللي ذاكر للسكند ميد تيرم اكزام يبقى كانه ذاكر الميكانكس، مش هيلحق. الفاينل هيزيد عليه ايه؟ شيت 7. شيت 7 اللي هو على الورك والانرجي. فشيت 7 يبقى الامتحان هيبقى حوالي 5 بروبلم. هدي بونص كمان عليه 4 درجات، فالخمس مسائل اول مساله عليها 8 درجات، وبعدين الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه كل واحده عليهم 9 درجات. يبقى كده انا مدي لك بونص كام؟ 5 درجات. ماشي؟ الناس اللي بدون البونص بتوزع ازاي؟ زي ما اتوزعها بالمنظر ده كده. وبالتالي سي انك انت مثلا غلطت في السؤال الاولاني ده نص السؤال، هتضيع منك 4 درجات، صح؟ وفي الاخر هتجيب كام؟ 40 من 40. ماشي؟ يبقى كده انت خدت البونص ولا ما خدتش؟ خد، ده انت غلطت وخدت 40 من 40. فاللي انا بقوله معلش، السؤال الاخراني ده هيبقى على الورك والانرجي الاخير، وعليه 9 درجات. يعني اللي هيفهم المحاضره النهارده هيعرف يجيب 9 درجات، وده موجود على شيت 7. شيت 1 ده 7 خلاص. طب وبقيه الامتحانات، بقيه الاسئله من الشيتس اللي عندك من 1 لستة. في ناس منكم بقى بتقعد تالف وتضرب ودع والكلام اللي انتوا عارفينه. الشيت الاولاني يجيب منه السؤال الاولاني، الشيت التاني انا ما اعرفش والله، ما وضعت الامتحان لسه. انا كل اللي في دماغي اخر مساله هتبقى ورك وانرجي. طب الاربعه التانيين هيغطوا بقيه المنهج كله. تيجي ازاي بقى؟ زي ما تكون، معرفش هل دي الاولاني من الشيت الاولاني ولا الاولاني من الشيت الثاني ولا معرفش. فالمهم الامتحان هيغطي المنهج كله، ده اللي احنا عايزينه. بص انا اقول لك حاجه للامانه، الديناميكس ممكن اديك مساله واحده تاخد الشيتات كلها، خلاص؟ مساله واحده فيها الشيتات كلها، لكن احنا مش هنعمل كده. احنا عايزين نوزع لك بس الدرجات عشان تلم درجه، خلاص. طب ده بالنسبه للكلام ده. يبقى احنا زي ما بقول النهارده الورك والانرجي، الورك والانرجي ده جزء مهم جدا. يعني ايه ورك؟ ورك اند انرجي. تعريف الورك ايه؟ الورك زي ما احنا بنقول اللي هو الشغل، صح؟ يعني ايه شغل؟ الشغل عبارة عن قوة بتمشي مسافة، يبقى القوة دي لو عملت إزاحة أو مشيت فبتعمل شغل. بس اللي أنت كنت عارفه في ثانوي وتقول إيه؟ الورك عبارة عن قوة في إزاحة. لا، الكلام ده، أو قوة في مسافة. لا، الكلام ده مش صح. اللي إحنا بنقوله إيه؟ لو عندي في قوة أهي اف، هتعمل ازاحه صغيره هنا كده دي ار، هتعمل ازاحه صغيره هنا
دي ار. الزاويه اللي بين القوه والدي ار اسمها ثيتا. يبقى بنعرف حاجه اسمها element of work اللي هو اف دوت دي ار. ده بقول عليه element of work او عنصر الشغل. يعني ايه الشغل المبذول في الازاحه الصغيره؟ ماشي. طب الشغل الكل بقى، يعني لو اتنقل الجسم ده من هنا والى منطقه هنا، موضع واحد لموضع اتنين، فبنقول ده الشغل الكلي من الوضع واحد للوضع اتنين. ده بقول عليه انتجريشن من الوضع واحد للوضع اتنين اف دوت دي ار. ده كده تعريف الشغل اللي بتنزله قوه من وضع لوضع. ماشي. فده يدي، ده يدي هنا اف كوزاين ثيتا دي ار من وضع واحد للوضع اتنين. اف كوزاين ثيتا دي ار من وضع واحد للوضع اتنين. اجي الاقي بقى الشغل ام، الشغل اللي عندي ده شغل ممكن يكون بوزيتيف، ممكن يكون زيرو، ممكن يكون نيجاتيف. يبقى الشغل اللي عندنا ده يا شغل موجب يا زيرو يا شغل سالب. يجي منين الكلام ده؟ يجي منين الكلام ده؟ طبعا لو الاف دي كونستانت يبقى هتوقف على الزاويه ثيتا، ثيتا فاليو، يبقى هتوقف على الزاويه ثيتا دي. فلو الزاويه ثيتا دي اكبر من او تساوي زيرو واقل من باي على اتنين واقل من باي على اتنين، واقل من باي على اتنين، يبقى الشغل كده بوزيتيف، صح؟ لان الكوزاين في الربع ده بتكون موجبه. طب لو الثيتا اللي عندي دي بتساوي باي على اتنين يبقى بزيرو. طب لو الثيتا اللي عندي دي اكبر من باي على اتنين واقل من او تساوي باي، يبقى الشغل ايه؟ النيجاتيف. ليه؟ لان الكوزاين هتكون ثانيه ربع، الربع الثاني، يبقى في الحاله دي هتبقى بالنيجاتيف. واضح الكلام ده؟ فاكرين اللي هي بتاعت اللي كنا بنقول عليها زمان دي استيك، فاكرينها؟ فلما ثيتا اكبر من باي على اتنين واقل من باي، الكوزاين هنا بالنيجاتيف. ماشي؟ انما هنا الكوزاين هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. طب واحد يقول لي ايه مش قادر افهم يعني ايه شغل موجب وشغل سالب؟ مثال صغير، مثال صغير على الكلام ده. لو عندي مثلا جسم بالمنظر ده كده. الجسم ده اثرت عليه بقوه مثلا هنا كده اف واحد 5 نيوتن بتعمل زاوية 30، وفورس تانية هنا اهي اف 2 10 نيوتن، خلاص؟ وفورس تالتة اهي او الوزن ام جي، والكلام ده هيحرك الجسم، خلي دي 15، والكلام ده هيحرك من وضع واحد لوضع تاني هنا 2، وقول ان المسافه دي 5 متر مثلا. يبقى الفورس دي حركت الجسم ده مسافه 5 متر. تعرف تقول لي التوتال ورك بيساوي ايه في الحاله دي؟ الشغل المبذول بواسطه القوه دي كلها يساوي ايه؟ اجي ابص الاقي هنا اهو يبقى اليو من 1 ل 2 هيساوي اف 1 احللها. ماشي. يبقى عندي 15 كوزاين 30 وهنا 15 ساين 30. هتساوي 15 كوزاين 30. يبقى اجي ابص هنا 15 كوزاين 30 ماشيه في الاتجاه ده. بص الزاويه بينها وبين الازاحه ايه؟ زيرو. يبقى بص ولا نيجاتيف؟ يبقى الشغل بتاع دي بوزيتيف. يبقى اكتب كده 15 كوزاين 30 في 5. ادي شغل موجب. طيب التانية دي 15 ساين 30 ملهاش ورك. ليه بقى ملهاش؟
لان اهي ادي الفرصه اهي والازاحه اهي الزاويه بينهم ايه عموديه يبقى ملهاش يبقى بزيرو. طب والوزن نفس الكلام ملوش وورك ليه؟ ادي الفورس وادي الديسبليسمنت الزاويه بينهم 90. طب ديا هتبقى نيجاتيف يبقى نيجاتيف 10 في 5. وقلنا نيجاتيف ليه؟ لان لو بصيت ادي الازاحه كده والفورس كده يبقى الزاويه بينهم كام؟ 180 تبقى نيجاتيف. ماشي؟ ادي التوتال وورك اللي عندي. ودايما هتلاقي في اي مساله بنحلها دائما الورك المبذول بواسطه الفريكشن نيجاتيف. واحد يقول اشمعنى؟ دايما الورك المبذول بواسطه الفريكشن نيجاتيف، اشمعنى؟ دايما عكس الحركه، يبقى عكس الازاحه الديسبليسمنت دايما. الازاحه بتكون كده، الفريكشن كده، يبقى دايما الورك نتيجه الفريكشن نيجاتيف. ليه ما عملتش انتجريشن هنا؟ سلامك ماشي. الامير بيقول ليه ما عملتش انتجريشن؟ لو بصيت في الانتجريشن عندي كل الحاجات اللي موجوده الفورس كونستا. انما افرض انا قلت لك ايه؟ الفورس اللي عندي دي الفورس اللي عندي دي الفورس دي كونستا لكن الزاويه سيتا دي بتتغير. ماشي؟ افرض انا اديتك فورس اهي اف مقدارها 5 نيوتن. ماشي؟ بس اثناء ما بتتحرك الاف دي ما هياش ماشيه في اتجاه ثابت. ده بتتغير. هتتغير يعني لما تيجي من هنا لحد ما توصل هنا ماشي السيتا بتتغير تبقى ب 90 يبقى هعمل انتجريشن على الكلام ده. ماشي؟ يبقى السيتا بتتغير والدي ار بتتغير واعمل انتجريشن. يبقى لكن لو فورس كويسر بطلعها خارج الكلام ده وبنعمل انتجريشن. طب ده بالنسبه للكلام ده. طب نيجي نجيب الورك نتيجة الويت. وورك ديو تو ويت. الشغل المبذول نتيجة الوزن. فأنا لو عندي وزن او كتله بالمنظر ده كده تبعد عن الارض هنا مسافه واي واحد اتحركت من الوضع واحد ده الى الوضع اتنين هنا. الوضع اتنين اللي هو تبعد مسافه عن الارض واي اتنين من واي واحد لواي اتنين. عايز اجيب الشغل المبذول نتيجه الوزن ده. يبقى الوزن ده هيعمل ايه؟ اجيبه ازاي؟ لو طبقنا العلاقة اللي عندي اللي فوق دي، عايز أطبق العلاقة دي. فالوزن في مكان ما هنا. في مكان ما هلقاه في الوضع ده كده. إيه الفورس اللي تأثر عليه بتاعت الوزن؟ الوزن ام جي. أنا ماليش دعوة برد الفعل، أنا عايز نتيجة الوزن. آدي الوزن أهو ام جي. طيب، وهنا الديسبليسمنت ماشية في الاتجاه ده، وآدي الدي آر أهي. وآدي الدي ار اهي. عايز اكتب القانون ده يبقى يو 1 2 ايكوال انتجريشن الاف اللي هي بتاعت الويل. عايز اكتبها كفيكتور بقى. الاف كفيكتور دي ماشيه فين حته؟ يبقى الاف كفيكتور نيجاتيف ام جي في اتجاه الجي. صح ولا لا؟ الويت نازل لتحت وادي الاتجاه اللي عندي ادي الاي وادي الجي. يبقى الاف دي عندي ايه؟ نيجاتيف ام جي. يبقى هكتب هنا نيجاتيف ام جي في جي دوت. طب الدي ار اللي هو الاليمنت اللي عندي ده مش انتوا بتاخدوا في الماس؟ لو عندي كيرف كده ودي اسمها دي ار، دي مش بنقول عليها دي اكس ودي بنقول عليها دي واي؟ يبقى اقدر اقول دي ار فيكتور ده بيساوي ايه؟ دي ار فيكتور ده يساوي ايه؟ دي اكس اي صح؟ دي واي جي ولا لا؟ مش ممكن اقولها كده؟ يبقى الدي ار دي لما اشيلها اكتب مكانها ايه؟
دي اكس اي بلس دي واي جي. اضرب بقى ده ضد ده، مين اللي هيبقى ليه فاليو؟ جي دوت اي ليها فاليو، جي دوت جي هي اللي ليها فاليو. يبقى الورك اللي عندي هيطلع نتيجه الديسبليسمنت لاعلى، يبقى ده يدي نيجاتيف ام جي انتجريشن دي واي، صح؟ وبكامل على الواي من واي 1 واي 2، يبقى ده يدي ايه؟ نيجاتيف ام جي واي 2 ماينس واي 1، ده يطلع نيجاتيف ام جي في الفرق اللي بينهم اللي هو هسميه واي مثلا. يبقى الفرق بين واي 2 واي 1 سميه مثلا واي، يبقى الفرق بين او سميه دلتا واي، ايه اللي يعجبك؟ اي دلتا واي، ها؟ الفرق بين ده وبين ده الحته دي اللي هي دلتا واي، حيث دلتا واي اللي هي واي 2 ماينس واي 1. ماشي؟ يبقى اللي انا بقوله ايه دلوقتي؟ اللي انا بلخص الكلام اللي انا بقوله ايه؟ لو في وزن او راجل هيطلع سلم لاعلى، خلاص؟ عندنا راجل هيطلع سلم لاعلى وعايز السلم ده ارتفاعه 10 ادوار، ايه الشغل اللي هيبذله عشان يطلع ال 10 متر دول؟ ايه الشغل اللي هيبذله عشان يطلع 10 متر؟ ها؟ يبقى الورك هيساوي ايه؟ الورك اللي هيبذله عشان يطلع 10 متر هعمل ايه؟ نيجاتيف ام جي 10 ب 10، ونيجاتيف هو طالع كده يبقى نيجاتيف. ماشي؟ طيب لكن اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ طب الراجل اللي طلع السلم ده او هنا، هل لما جبت انا العلاقه بتاعت الورك في الحاله دي، العلاقه بتاعت الورك اللي انا جبتها نتيجه الويت يو 1 2 جبتها ايه؟ نيجاتيف ام جي في المسافه اللي هي واي 2 ماينس واي 1 اللي انا جبتها دي، هل دي تتوقف على ازاي هو وصل للارتفاع ده؟ يعني عايز اقول ايه؟ الراجل ده مش ممكن يطلع على سلم، صح ولا لا؟ او ممكن يطلع على حاجه، عارفين السقاله اللي بيعملوها بتوع البنايين، ممكن يطلع على سقاله كده، حاجه خط مستقيم كده، مش ممكن؟ ممكن يطلع على كيرف كده ولا مش ممكن؟ يبقى المسار اللي عندي طلع كده، طلع سلم، طلع كده، في النهايه الورك بايه؟ نيجاتيف ام جي المسافه الفيرتيكال، وات ايفر هو طلع ازاي بقى؟ ماشي؟ ما يهمنيش المسار اللي مشي بيه، لكن يهمني ايه؟ هو طلع مسافه فيرتيكال قد ايه؟ ماشي؟ يبقى اللي انا عايز اقوله بالنسبه للويت، بالنسبه للويت، الورك نتيجه الويت، قلنا ايه؟ ادي الويت ام جي، لو الديسبليسمنت كده الاعلى ده اتجاه الديسبليسمنت، خلاص؟ يبقى الورك عندي هيساوي ايه؟ يو 1 2 هتساوي نيجاتيف ام جي في المسافه اللي هيطلعها، صح ولا لا؟ ده لو طالع الاعلى. طب لو نفس الراجل كده نازل، يبقى في الحاله دي الورك هيساوي يو 1 2 هيساوي ام جي في المسافه واي بالبوزيتيف، يبقى لو طالع فعلا ينزل شغل ضد الجاذبيه، هو نازل ما بينزلش شغل، واضح؟ يبقى ام جي في الكلام ده. طب لو الراجل ده ماشي افقي، لو ماشي افقي يبقى ده الكلام اللي احنا قلناه، لو ده ماشي افقي كده ادي الويت اهو، وماشي افقي كده وادي الديسبليسمنت اهي، يبقى اليو 1 2 بتساوي ايه في الحاله دي؟ تساوي زيرو، خلاص؟ يبقى لو ماشي افقي بزيرو، لو طالع بالنيجاتيف، لو نازل بالبوزيتيف. واحد بقى ممكن يفتي بقى ويقول لي ايه؟ طب يا دكتور يعني انا وزني مثلا 100 نيوتن، لو مشيت 5 كيلو هل انا كده بذلت شغل ولا الشغل بتاعي بزيرو؟ واحد يسال، واحد يرد عليا، انا وزني اهو 100 نيوتن،
ماشي؟ مشيت 5 كيلو 100 متر ها او 150 متر، ايه الشغل اللي انا بذلته من 1 ل2؟ ايه الشغل اللي انا بذلته من 1 ل2؟ 1 يفتي زيرو. طب ما انا بعرق ليه؟ لما امشي 5 كيلو وانا ماشي اوفر كده ليه بعرق وبحس بتعب؟ هل انا ما بذلتش الشغل؟ هو لما بمشي 5 كيلو ليه؟ مش في طاقه بتطلع مني ولا لا؟ في كالوري بتحرق ولا ما فيش؟ طب ليه؟ هل ده بيتعارض مع الكلام اللي بنقوله ولا ما بيتعارضش ولا ايه بقى؟ يعني ايه جيب ليه التعارض ليه جدع؟ انا لما بعمل الكلام ده بعمله ضد الفريكشن، الورك اللي بعمله ضد الفريكشن، صح ولا لا؟ ليه؟ لان لو الارض دي اصلا ملساء ما فيهاش فريكشن، هل هتعرف تمشي؟ فانت لما تيجي تحرك رجلك وتحط رجلك كده في فريكشن، وبرجلك الثانيه تروح مقاوم فريكشن، كل ما تتحرك بتبذل ضد الفريكشن، صح؟ لكن لو الارض ملساء صدقني مش هتتحرك خالص. واضح؟ يبقى لا، اللي بيتحرك ده بيعمل فعلا الورك، بس الورك اللي بيبذله بيكون ايه؟ ديو تو فريكشن، صح؟ ده بالنسبه للويت. يبقى عرفنا الويت يا شغل يا موجب يا سالب يا زيرو، صح؟ والويت الشغل بتاعه يهمني المسافه الايه؟ الفيرتيكال. ماشي؟ طيب يعني لو قلنا حاجه زي كده مثلا، قلنا حاجه زي كده، حاجه زي كده، لو عندي ادي جسم بالمنظر ده كده 10 كيلو جرام وهنا زاويه 30، الجسم ده مشي من وضع 1 للوضع 2، ماشي؟ مشي من الوضع 1 للوضع 2، مشي 5 متر، تعرف تجيب لي الشغل المبذول بقد ايه؟ الشغل المبذول ايكوال ايه؟ انا ماليش دعوه، انا نتيجه الوزن بلاش خليها سطح، عايزين اخليه سطح املس املس. طلع لي شغل مبذول بواسطه الوزن. ايوه، ففي واحد هيعمل ايه بقى؟ واحد هيعمل كده، هيقول لي يا دكتور هنا في ام جي ماشي، والزاويه دي هنا دي 30، دي تبقى 30 ماشي، هيعمل ريزوليوشن للكلام ده، هيقول ام جي كوزاين 30 وهنا ام جي ساين 30، صح؟ هيعمل ريزوليوشن كده ويجيب الورك نتيجه الويت ده يطلع بيه بقى ام جي. مين اللي ليها؟ دي اللي ليها، صح؟ يبقى يقول كده يو 1 2 هتساوي ام جي ساين 30 في 5، واليونت بتاعت الورك ايه؟ بالجول. خلاص؟ واحد يعملها كده. طب انا لسه قايل من شويه الورك نتيجه الويت مش بيساوي الفيرتيكال ديستانس؟ طب نعملها بالفيرتيكال ديستانس، نعملها بالفيرتيكال ديستانس، يبقى اليو 1 2 تساوي هو نازل ولا طالع؟ نازل، يبقى بوزيتيف الويت ام جي. طب الفيرتيكال ديستانس اللي نزلها قد ايه؟ ده نزل من هنا لهنا، مش دي المسافه الفيرتيكال اللي نزلها؟ لما ينزل من هنا مش دي الفيرتيكال؟ طب المسافه دي بايه؟ 5 ساين 30، يبقى عندي 5 ساين 30. ده هو ده ولا لا؟ مش ده هو ده؟ يبقى يا اما اشتغل على الكومبوننت بتاعت الوزن واشوف اتجاه الديسبليسمنت، يا اما اشتغل على الفيرتيكال ديستانس. طب واحد يقول لي طب والنورمال رياكشن يا دكتور؟ حط النورمال رياكشن، ادي الان. طب النورمال رياكشن ده هل هيبذل ورك؟ 90 لا، ليه؟ لان ده ماشي كده وده بيربنديكولار مالوش ورك. لكن لو في فريكشن هنا، لو في فريكشن بقى، يبقى في الحاله دي في هنا ميو كي في الان، هنا يبقى في ميو كي في الان، صح؟ والان احنا عارفينها، يبقى ميو كي في الان هتساوي ام جي كوساين 30، يبقى لو في فريكشن
اقوم حاطط هنا نيجاتيف الفريكشن ميو كي ام جي كوزاين 30 في المسافه اللي مشيها اللي هي الخمسه. واضح الكلام ده؟ يبقى احنا عرفنا ازاي نجيب الوقت نتيجه الويت جزير يا بوزو في النيجاتيف والفريكشن عندي بالنيجاتيف. طيب ناخد الورك نتيجه الفورس في السبرينج. وورك امسح. وورك ديو تو فورس ان ديو تو ذا فورس ان سبرينج. برضه هنستخدمها لان بنعمل بيها شغل في المسائل وبعدين نبدا نحل المسائل. يبقى احنا كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي ايه؟ بلخص اهو، اول قانون ده بتاع الورك انتجريشن اف ضد دي ار، ده اول قانون قلناه. تاني قانون بتاعت الويت، قلنا الويت يو 1 2 يا بوزيتيف ام جي في الواي امتى؟ لما يكون ادي الام جي وادي الديسبليسمنت بتاعها لتحت. نيجاتيف ام جي في الواي لما يكون الام جي كده والديسبليسمنت لاعلى. زيرو لما تكون الام جي كده والديسبليسمنت في الاتجاه ده. صح؟ ده اللي احنا قلنا الكلمتين اللي قلناهم. الفريكشن يبقى نيجاتيف عكس الاتجاه. عكس الاتجاه. طيب وورك ديو تو وورك. يعني هو الورك هيساوي الفريكشن بس بالماين. صح. وورك ديو تو فورس ان سبرينج. انت عارف السبرينج زي ما خدت في الفيزيكس السبرينج عندنا العلاقه بتاعت الفورس والالونجيشن او الاستريتش العلاقه لينير. بس هي لينير لحته معينه. صح ولا لا؟ يعني انتوا فاكرين معرفش اذا كنتوا خدتوا قانون هوك ولا لا. لما يكون عندك السوسته دي كده وعلقت فيها كتله. ايه العلاقه؟ العلاقه زي ما قلنا قبل كده. ادي الاف وادي الاكس. العلاقه عندي اهي. تزيد الاكس تزيد اف. كل ما زودت الاف كل ما زادت الاكس. العلاقه خطيه بحيث انك بتلاقي ان الاف بتساوي كي اكس. العلاقه دي مش بتظل في الكلام ده على طول. يعني تخيل انا عندي دلوقتي السبرينج علقت كيلو زادت 2 كيلو زادت 3 كيلو زادت. طب 100 كيلو ايه اللي هيحصل؟ هيتقطع. مش هيجي لحظه تتقطع فيها السبرينج ده. فاللحظه دي اللي بيحصل فيها بريك داون بيقول او بريك بوينت في نقطه انكسار عندها. فعند نقطه الانكسار دي لو خدته في الفيزياء بلاقي ان المنحنى ده ما بيبقاش خط مستقيم. المنحنى ده بيعمل حاجه بالمنظر ده كده وتبقى الفورس بتتناسب مع الاكس سكوير. المنحنى ما مشيش خط مستقيم كده. ماشي في خط مستقيم طول ما اتقطع قبل ما اتقطع. بعد كده اللي بيحصل ايه؟ تلاقيه بيسخن ويروح مقطوع الحبل او يقطع السبرينج. طول ما هي خط مستقيم كده يبقى الفورس كي في اكس. لو غير كده احيانا بيدالك يقول لك الاف بتساوي مثلا 3 اكس بلس مثلا 7 اكس سكوير. تبقى العلاقه حاجه بالمنظر ده. خلاص؟ انا القانون اللي هستنتجه لما تكون علاقه خطيه في المنطقه دي بس. فبقول ايه؟ لو عندي ادي السبرينج اهو. ادي السبرينج كده اند فورم او ان ستريتشد او ان كومبريست. لا مضغوط ولا مشدود ولا يعني حته سوسته بالمنظر ده كده. ماشي؟ يبقى في الحاله دي لو جيت سحبتها من الوضع ده هبدا اقيسها من هنا. الوضع الانيشال بتاعه سحبت السبرينج من الوضع ده الى وضع اسمه واحد. كده زاد السبرينج ولا لا؟ زاد بطول وليكن اكس واحد. ماشي؟ هسحبه مره ثانيه
الى وضع اسمه وضع 2. كده زاد السبرينج ولا لا؟ زاد. بطول قد ايه؟ اكس 2 اللي هي من هنا لهنا، وخلي بالك بقيس من البدايه، ادي اكس 2. طب واحد يقول لي ايه السبرينج؟ مش السبرينج في حد بيسحبه؟ اه في حد بيسحبه. ما هو السبرينج مش هيعمل مع نفسه كده. لا، في ايد بتسحبه. ماشي؟ لكن انا عايز الفورس اللي مين اللي بيبذلها؟ السبرينج نفسه، مش الايد اللي بتسحب. انا مش عايز ايد الراجل اللي بتسحب. لا، انا عايز السبرينج بينزل شغله ولا ما بينزلش؟ بينزل. فلو جيت عند اي نقطه في السبرينج هنا، فين الفورس اللي بيبذلها السبرينج؟ انا بسحب كده، يبقى فين الفورس؟ في الاتجاه ده كده، يبقى دي الفورس بتاعت السبرينج ولا لا؟ واحنا واخدين العلاقه الخطيه، تبقى الفورس دي اف كي اكس، صح ولا لا؟ طب لو انا عملت ديسبليسمنت ليها وليكن دي اكس كده، يبقى نيجي نشوف القانون اللي عندي. يو 1 2 ايكوال اف دوت دي ار. فالاف عندي في السبرينج اهي، اف في السبرينج عايز اكتبها كفيكتور. اف في السبرينج عايز اكتبها كفيكتور، ده اتجاه الاكس بتاعي اهو، يبقى جدع نيجاتيف كي اكس اي، صح؟ طب والدي ار، والدي ار دي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى دي اكس اي، صح ولا لا؟ لا، بس بقى في فين اكس ايه؟ ماشي، حط الكلام ده هنا، حط الكلام ده هنا، يبقى ده يدي الاف نيجاتيف كي اكس اي دوت دي ار دي اكس اي، وبعمل انتجريشن على الاكس من اكس 1 لاكس 2. اي دوت اي بواحد، يبقى كي اكس دي اكس دي اللي هتعملها انتجريشن، والكي دي نيجاتيف دي كونستان، يدي اكس سكوير على 2 من اكس 1 لاكس 2. ده يدي ان اليو 1 2 تساوي نيجاتيف هاف اكس 2 سكوير ماينس اكس 1 سكوير. ادي العلاقه بتاعت السبرينج. للاسف الشديد 90% منكم يحفظ العلاقه دي صح، لكن ما بيعرفش يطبقها. يعني ايه يطبقها؟ لما يجي يعوض اكس 1 دي هيجيبها منين؟ اكس 1 بقيسها من الوضع اللي بدا منه هنا للوضع الانيشيال. يعني ايه انيشيال؟ اللي الوضع اللي فيه السبرينج لا مشدود ولا مضغوط. طب والاكس 2 الوضع الثاني للوضع الانيشيال. يعني لو سالته سؤال، لو عندي ادي السبرينج، ادي الوضع الانيشيال بتاعه اهو، ده الوضع الانيشيال، خلاص كده لا مشدود ولا مضغوط. لو سحبت من هنا 3 سنتي يبقى دي كده اسمها ايه؟ اكس 1. سحبت كمان 2 سنتي يبقى اكس 2 بكام؟ 5. ب5. في منكم بياخد الاثنين دي يعملها اكس 2، وده غلط. تاني، ادي السبرينج، سحبت هنا 3 سنتي تبقى دي اكس 1، سحبت كمان هنا 2 سنتي يبقى اكس 2 منين؟ من هنا لهنا 5. واضح الكلام ده؟ طيب القانون اللي عندي ده، في ناس بتعمله غلط في الامتحان، بتقول لي يا دكتور انا ما اعرفش عملت ايه، يحفظوه كده. يكتب نيجاتيف هاف كي اكس 2 ماينس اكس 1 سكوير. ينفع كده؟ هل ده هو ده؟ في ناس بتعمل كده والله في الامتحان، بتقول لي ده انا حل المساله صح ويطلع يتخانق معايا. طبعا غلط، القانون مش كده. القانون اكس 2 سكوير ماينس اكس 1 سكوير. اه ممكن اكتبه كده لو عايز ادخل الاشاره دي جوه، اه ممكن. يبقى نص كي اكس 1 سكوير ماينس اكس 2 سكوير. ممكن اعمله كده. هاف كي. هاف كي. ماشي؟ ممكن اعمل الاشاره دي كده، بس انا بفضل اعمله كده عشان دايما تبقى اكس 2 اكبر من اكس 1. حاجه ثانيه اكتبها ملحوظه جنبيها، القانون ده فاليد او ساري في حاله
السبرينج كومبريست. احنا قلنا ايه؟ السبرينج ممكن يكون اندر تنشن او كومبريشن لما يكون مشدود كده صح. طب لما يكون مضغوط نفس القانون يتكتب. يعني ايه مضغوط؟ انا السبرينج عندي كده ضغطت بالوضع ده اكس واحد، سحبت ضغطت تاني لحد ما وصل للوضع التاني، يبقى القانون اللي عندي الورك المبذول في الحاله دي يطلع في الحالتين سواء مشدود او مضغوط، العلاقه دي ما بتتغيرش. واضح الكلام ده؟ واحد يقول لي اشاره ومش اشاره، لا القانون كده يمشي في حاله اذا كان مشدود او مضغوط. وصلت؟ طيب بس الكلام ده بعمله امتى؟ الكلام ده بعمله امتى؟ بعمله لما تكون الاف بتساوي كي في اكس، هطبق القانون ده. طب لو الاف مش بتساوي كي في اكس، بروح شايل الاف دي واكتب الاف اللي هو بيديها لي. معايا ولا لا؟ يفرض الاف عندي الفورس في السبرينج مش لينير، الفورس في السبرينج كده، فبدل ما بكتبها انا كي في اكس، لا اشيل الاف دي واكتب مكانها ايه؟ اللي هو الكلام ده. ماشي؟ واشتغل اعمل انتجريشن عادي وسهل. صعب الكلام ده؟ يبقى احنا كده جبنا القانون بتاع السبرينج. اخر حاجه مبدا اسمه سمعت عنه في ثانوي، مبدا الورك والانرجي، مبدا الشغل وطاقه الحركه. بنقول عليه برنسبل وورك اند انرجي. امسح دي؟ برنسبل اوف وورك اند انرجي، مبدا الشغل والطاقه. ده بيقول ايه؟ انا هقول لك المبدا وبعدين اثبته لك عشان تقتنع بيه. هقوله لك الاول وبعدين نثبته عشان تقتنع بيه، لكن الديريفيجن بتاعه انا مش عايزه. والديريفيجن ده انا مش عايزه، انا عايز بس القانون اللي احنا هنستخدمه. فمبدا الشغل والطاقه بيقول ايه؟ بيقول عندي ان اليو 1 2 ايكوال تي 2 ماينس تي 1. يو 1 2 ايكوال تي 2 ماينس تي 1. ايه بقى تي 1؟ تي 1 دي اللي هي هاف ام في 1 سكوير، اللي بنقول عليها الكاينيتيك انرجي في الوضع واحد. دي طاقه الحركه في الوضع واحد. لا مش تنشن، طاقه حركه. ما عشان كده ما ينفعش حد يتلخبط. تي 1 طاقه حركه، في ناس تقولها تنشن غلط. تي 2، تي 2 طاقه الحركه اللي هي ام في الفي 2 سكوير. طاقة الحركة بتساوي ايه؟ مش الكتلة في مربع سرعة؟ بص الكتلة في مربع سرعة. دي طاقة الحركة في الوضع اتنين. فالقانون بالعربي بيقول ايه؟ التغير في طاقة الحركة يساوي الشغل المبذول. أو بالإنجلش بيقول change in kinetic energy equal the work done. ماشي؟ يبقى التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول. ماشي؟ نثبت القانون ده ازاي؟ انا مش عايزك، الاثبات مش عايزه، لكن عشان تقتنع بيه جه منين هثبته لك. خلاص؟ عارف انت من قانون نيوتن الثاني ماس تايم اكسلريشن ايكوال فورس، صح ولا لا؟ ماس تايم اكسلريشن اللي هي دي في باي دي ار ايكوال فورس. دي اس ودي ار. ماشي؟ ودي الدي ار اعملها دوت على الناحيه الثانيه هنا، يبقى ام في دوت دي في ايكوال اف دوت دي ار، ونعمل انتجريشن. في دي في لما تتكامل هتدي هاف ام في سكوير من الوضع في واحد للوضع في اتنين، او من سرعه واحد لسرعه اتنين. وده واحد وده اتنين، ده اللي هو ايه؟ ده اللي ايه اللي انا قلت اول قانون قلته؟ ده الورك جدع، الورك من واحد لاتنين. يبقى في الحالة دي كده الورك هو من واحد لاتنين يساوي هاف
ام في 2 سكوير ماينس هاف ام في 1 سكوير. ده اللي بنقول عليه تي 2 ماينس تي 1 ادي اليو 1 2 اللي عندي. يبقى اثبتنا القانون اهو بتاع الور بريكسبر فور عندي هنا. المشكله مش اثباته، المشكله ازاي نستخدمه. اخر حاجه ويبقى كده خلصنا القوانين اللي احنا عايزينها. ايه هو؟ قانون اسمه قانون حفظ الطاقه. قانون حفظ الطاقه كونزرفيشن اوف انرجي. يبقى ادي قانون اهو. بعدين قانون كونزرفيشن اوف انرجي. بيقول ايه القانون ده؟ بيقول ان تي اللي هي كاينيتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي في الوضع واحد تساوي تي كاينيتيك انرجي بوتنشال انرجي في الوضع اثنين. يبقى تي واحد دي بنقول عليها كاينيتيك انرجي، في واحد بوتنشال انرجي اهي بوتنشال انرجي. حاضر انرجي ماشي. تي 2 بوتنشال انرجي في الوضع 2 ماشي. يبقى ده قانون بنقول عليه قانون حفظ الطاقه. يعني ايه بوتنشال انرجي؟ يعني ايه بوتنشال انرجي؟ احنا قلنا في حاجه اسمها كاينيتيك انرجي هي الانرجي نتيجه الحركه، وبوتنشال انرجي الانرجي نتيجه الموضع ماشي. فانا عندي لو مسكت الوزن ده كده، ده كده ليه بوتنشال انرجي. طب عشان اجيب المقدار البوتنشال انرجي لازم اقيس مستوى، اقيسه من مستوى. في واحد هيقول لي هاخد الارض مستوى القياس، في واحد هياخد سطح المكتب. عشان اجيب البوتنشال انرجي بناخد حاجه اسمها ديتم، مستوى قياس، اقيس من عنده ايه البوتنشال. فانا لو اخدت ده مستوى القياس يبقى البوتنشال انرجي للوزن اللي عندي ده اقول ايه؟ ام جي في المسافه دي. فكل ما ببعد البوتنشال بيزيد ولا لا؟ هتقول لي بيزيد. اشمعنى؟ لو سبت دي من هنا هتوصل هنا بسرعه عاليه، طب لو سبته من هنا هتوصل بسرعه اقل. ليه؟ لان كل ما ببعد عن المستوى القياس بيزيد ايه؟ طاقه الوضع ولا لا؟ كل ما بقرب بيقل. يبقى بلاقي ان البوتنشال انرجي بيتوقف على البعد اتش ده، كل ما ببعد بتزيد، لما بقرب على السطح بيبقى بزيرو، تحت السطح بيبقى بالنيجاتيف. يبقى في الحاله دي بقول البوتنشال انرجي بعملها بي كبيره هتساوي ام جي اتش. ده بالنسبه للوزن. يبقى فوق المستوى ام جي اتش، طب حطيتها على المستوى يبقى بزيرو، نزل تبقى بنيجاتيف. وفي بوتنشال انرجي للسبرينج، للسبرينج البوتنشال انرجي للسبرينج يعني ايه؟ لو ده عندي دي سوسته وانا ضغطتها كده وحاطط عليها كتلة، ايه رأيك؟ شلت ايدي من عليا، الكتلة تطلع بسرعة ولا لا؟ يبقى كانت متخزنة طاقة ولا لا هنا؟ لو بشيل ايدي تتحول الطاقة الوضع دي الى ايه؟ طاقة حركة. فكل ما بكبس جامد كل ما بزود ايه؟ طاقة الوضع. ماشي؟ وبالتالي يبقى البوتنشال انرجي في السبرينج بيساوي ايه؟ هاف كي اكس سكوير. واحدة بقى يقول لي الله، طب انت قلت في السبرينج قبل كده اكس 2 ماينس اكس 1 والكلام من ده، ليه ما قلناش اكس 2 اكس 1؟ لان انا لما بكبس ده بكبسه عندي كام اكس؟ هي اكس واحدة بكبس واقوم شايل ايدي، صح؟ لا، في السبرينج انا بسحب مرة ومرة، لكن انما هنا ايه؟ لا، ده انا ضاغط ده واقوم شايل ايدي. يعني مفيش وضعين. ما انا بضغطه، ها يبقى نزلت اكس ماشي ومسكت ايديا
رجع للوضع الاصلي تاني، يبقى التغير عندي ايه؟ اللي هو الاكس بس. ماشي؟ سواء ضغطت او سحبت كمان، ده ممكن اسحب كده واقوم سايب ايدي، يبقى برضك عامل نفس الكلام هاف كي اكس سكوير. واضح الكلام ده؟ يبقى دي القوانين اللي عندي. بس الملحوظه اللي انا عايز اقولها في القانون اللي عندي ده، في القانون ده لا يستخدم القانون ده كده، خلي بالك لا يستخدم الا اذا كانت القوى محافظه. يعني ايه قوى محافظه؟ يعني ايه قوى محافظه؟ تاخد الكلام ده بالفيزياء. القوى المحافظه هي الشغل اللي ليها شغل لا يعتمد على المسار. تاني، القوى المحافظه هي القوى اللي مقدار الشغل بتاعها لا يعتمد على المسار. يعني ايه؟ انا لما قلت لكم الراجل اللي عايز يطلع من هنا للدور الثالث مثلا، هل فرقت معانا طلع على سلم ولا طلع على نقاله ولا طلع في اسانسير باي وسيله؟ لا، يبقى الوزن قوه محافظه. ماشي؟ يبقى الوزن من القوه المحافظه. ليه؟ لانه ما اعتمدش على المسار واحنا بنجيب الورك بتاعه. ادي الوزن. القوه في السبرينج هنا لما يكون لينير قوه محافظه، انما الفريكشن ما هياش قوه محافظه. يبقى امثله على القوه المحافظه الوزن، الويت، الفورس في السبرينج. امثله على قوه غير محافظه اللي هي قوه الاحتكاك. يبقى قوه الاحتكاك هي قوه غير محافظه. يبقى دي محافظه، الاحتكاك غير محافظه. خلاص؟ ده ببساطه كده كل القوانين اللي عندنا. نبدا بقى نحل مسائل على شيت 7. شيت 7 زي ما قلت المعيدين المفروض ما اعرفش حلوا معاكم. حلوا اول صفحه صح؟ وانا احل ثاني صفحه سريع سريع. بس بنقول الملاحظات بتاعتنا اللي ممكن توقع ناس في الامتحانات. طيب هحل ايه سريع سريع؟ انا اقول لك سريع سريع اهو. تعال بص معايا المساله اهي، اخر مساله هتجيبها من الاخر للاول سريع سريع كده. الحلول نزلت معاكم كمان. الشين بحلول. ايه؟ القوى المحافظه بنقول عليها كونزرفاتيف فورس. الويت الوزن قوه محافظه. ليه؟ لما بجيب الورك للوزن بطلع الوزن من هنا لمكان ما. هل بيديني هو ماشي ازاي؟ ما بيعتمدش على المسار. ماشي؟ ايه كمان؟ السبرينج لا يعتمد على المسار، لكن الفريكشن لا بيعتمد على المسار. فالوزن قوه السبرينج قوه محافظه. الاحتكاك لا. نشوف المساله دي، وزي ما بقول لكم الشيت نازل بالحلول، بس المشكله ما بيعتمدش على الحلول لان في ناس مش هتفهم من الحل. في ناس اللي مش هتفهم من الحل وبيحفظ كده اي حاجه، وممكن يكون الحل فيه غلط وبيحفظ الغلط. يعني في ناس بتروح حافظه الحل كمان غلط. فنيجي نبص بقى نحل بالكلام اللي عندي ده. 90% من مسائل الورك تتحل بالايكويشن اوف موشن. وبالتالي في بعض الطلبه بتلخبط المساله بتجيله، طب دي كده احلها بالايكويشن اوف موشن ولا احلها بالورك والانرجي؟ يعني مثلا لو بصيت المساله دي وانت ما انتش عارف انها في شيت، ما انتش عارف انها في شيت 7، هتحلها بايه؟ ايكويشن اوف موشن. هتعمل فيريبا دايجرام وتكتب وتشتغل وتطلع الاكسلريشن وتتصح. ممكن نحلها بيها وممكن نحلها بالورك والانرجي، بس الورك والانرجي اسهل. طب اللخبطه بقى اللي بتحصل ايه في الامتحان؟ انت الجا ليه والجا ليه؟ لو طلب منك فيلوستي سرعه اشتغل بالورك والانرجي على طول. لكن لو قال لك طلع الفورس اللي موجود، طلع الشد، الشد مش هعرف اطلعه من الورك والانرجي. هل في اي معادلات اللي عملناها كان فيها شد؟ لا. يبقى عايز شد، عايز قوه مجهوله،
يبقى في الحاله دي بعمل ايه؟ بشتغل الكوشن. واضح الكلام ده؟ اللخبطه دي مش معاكم بس، مع كل الطلبه معانا، لان طالما المساله او ممكن انا لخبطك انا اكتر يا علاء، ممكن انا لخبط واقول لك حل لي المساله بطريقتين. طلع باي تو ديفرنت ميثودز، ماشي؟ هتحلها بالورك والانرجي وتحلها بالكوشن اتموشن. يبقى انت كده لما تكون متمكن، ماشي؟ فاحنا نشوف المساله ونشوف نحلها ازاي. ادي المساله، اخر مساله، ونشوف التحويرات بتاعتها. شوف المساله بتقول ايه؟ المسألة عندي بتقول في سبرينج، المسألة عندي بتقول في سبرينج بالمنظر ده كده، ادي السبرينج، بس هعملها بطريقة تانية. ادي السبرينج عندي بالمنظر ده كده، خلاص، ادي السبرينج، ماشي. السبرينج ده كده اند فورم، يعني ايه اند فورم؟ له مشدود وله مضغوط، ماشي. عمل ايه الراجل بقى في المساله؟ قام راح حاطط عليه حته خشبه بالمنظر ده كده، وقام راح ضغطه، فجه حط عليه خشبه هنا كده، لما نحط هترجع تاني، وقام راح رابطها بحبلين بالمنظر ده كده. يبقى ده كده انضغط ولا لا؟ انضغط، بس هو في المساله مش مبين دي، فاحنا لما نشيل دي هنشوفها. فشوف بقى المساله بيقول ايه. بيقول لي 6 كيلو جرام سلندر، 6 كيلو جرام سلندر اهي، ادي السلندر اللي عندي 6 كيلو جرام، على ارتفاع بعد ما ضغطه 100 ملي متر. فبيقول لي 6 كيلو جرام سلندر از ريليز فروم ريست، ريليز فروم ريست. يا ندى ممكن الخبط انا الدنيا، بدات ريست ادي لك سرعه، يبقى اللي يعرف يحلها في ريست يعرف يحلها بسرعه ولا لا. طيب ريليز دي فروم ريست، يعني سقط هنا من الفي واحد بزيرو، ماشي. بعدين فروم ذا بوزيشن شون اند فولز اون ذا سبرينج ويتش هاز بين انيشيالي بري كومبريست. انيشيالي بري كومبريست يعني ايه؟ مبدئيا ضغطناه، ضغطه بقد ايه؟ هو اللي قال الكلام ده، يبقى انضغط بقد ايه؟ 50 ملم. يبقى فين الانيشال بتاعه؟ كان هنا. الحته اللي ضغطها دي كام؟ 50 ملم، يبقى انضغط ب 50 ملم. فال 50 ملم دي نقول عليها ايه بقى؟ اكس 1 ولا اكس 2؟ اكس 1 جدع، اكس 1. طب معظم شغلنا هنا بكيلو نيوتن متر، صح؟ يبقى لازم احولها الى ايه؟ الى متر، صح؟ يبقى اكس 1 هتساوي 0.05 متر، ادي اكس 1. يبقى فهمنا الكلام ده؟ طيب يبقى ده كده اللي انضغطه، ده كده اللي انضغطه. بعدين تخيل بقى المساله عمليه، تخيل المساله عمليه، ادي البلوك نزل على السبرينج المضغوط، ايه اللي هيحصل؟ هيصطدم بيه ويعمل له ايه؟ هيضغطه تاني، هيضغطه تاني، وبعدين ده يرجع. طب قبل ما يرجع مش وصل لسرعه زيرو؟ طيب يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل الكتله دي هتنزل، هتضغط لي ده هنا كده، وتلبس الكتله شويه هنا، تريح شويه، وبعدين ترجع تاني، صح ولا لا؟ هتنضغط مسافه اديشنال اسمها دلتا، هو سماها كده، سماها دلتا، سماها دلتا واي، سميها زي ما تسميها. فهو بيقول ايه؟ باي ذا لايت ستراب، اللي هي خيط ربطناه وعامل 50، ماشي؟ اف ذا ستيفنس، ستيفنس يعني ايه؟ هتلاقيها في الامتحان، ستيفنس ليه سبرينج كونستانت. يبقى السبرينج كونستانت كي مديهاني، يبقى الكي اللي هي ستيفنس او سبرينج كونستانت 4 في 10 تو ذا باور 3 نيوتن متر. بيقول ايه بقى؟
نيوت زائد اديشنال ديفليكشن دلتا. اللي طالبه مني في المساله بيقول لي طلع الدلتا دي بقد ايه؟ خلاص؟ طلع الدلتا دي بقد ايه؟ اوف ذا سبرينج بروديوسد باي ذا فولينج سلندر بيفور ات ريباوندز. قبل ما تعمل ريباوندز ترجع تاني. قبل ما ترجع تاني. انا بقى ممكن انا ازود عندك حبه شغلانه كده في المساله. قبل ما ترجع تاني اقدر اقول لك طب بعد ما ترجع هتروح فين؟ تطلع فوق قد ايه؟ ترجع لنفس المكان اللي نزلت منه ولا المكان اقل ولا فين؟ ده دي الاسئله اللي بنقول عليها ندى. الاسئله بعد ما لزقت هنا هي نازله من ارتفاع 100 مللي. طب ايه رايك لو انا طلبت منك سرعتها على ارتفاع 50 من الوضع ده؟ 50 مللي. طيب طلع لي سرعتها في الوضع اللي هنا ده. ها؟ طلع لي سرعتها لما تكون على ارتفاع 50 مللي من البوزيشن اللي احنا كنا بنقيس من عنده من هنا مثلا. طب القانون ما اعرفش. ماشي؟ ده اللي انت فاكر ما طلبهاش هو. طب لما ترجع. طب ما تقول لنا حد. مش هقول انت اللي فكر. لما ترجع ترجع لنفس المكان اللي رجعت منه ولا لا؟ اه ولا لا؟ على حسب الفورس اللي طلبته. اجيب السرعه الماكسيمم وبعد ما اجيب ديت هتشوف. لوجيك اسئله لوجيك بتتحل كمان بمجرد النظر والله. يعني في سؤال والله جبت سرعه كتير كان المفروض الطالب حلها والله العظيم بتاعت البنت اللي بتتمرجع دي. هي البنت اللي بتتمرجع تخيلها انت كده زي البندول. البنت نازله من زاويه 60 ونازله بزيرو. ماشي؟ طيب البندول بيمشي كده هنا سرعتها بزيرو هيروح فين حته؟ لاخر حته هنا كده. طب اخر حته يبقى هيروح انهي زاويه عشان تبقى سرعته بزيرو؟ نفس اللي بدا بيه. للاسف ولا واحد فيكم قالها. عارف لو قال لي نفس الزاويه يعني هي نازله ب 30 من عند 30 بسرعه زيرو يبقى هتروح على الناحيه الثانيه بزاويه 30 بسرعه زيرو. ايه؟ لا هتوصل. دي عندك انت في بعض المسائل ما ده انا غيرتها. بعضكم كمان للاسف الشديد مساله البنت اللي نازله بس ده هي نفس المساله لكن دي غير دي غير دي. واحده خليتها تنزل بزيرو، واحده خليتها تنزل بسرعه، واحده خليت السرعه بتاعتها واحده ما نزلتش خالص. ايه؟ ايوه واحده ما اتحلتش خالص يعني ما علينا. خلاص؟ يبقى ده الكلام اللوجيكال منطق بيقول ايه بقى؟ اللوجيكال منطق بيقول ايه؟ لو الجسم اللي عندي ده نازل على الاسبرين يرجع نفس المكان. يرجع نفس المكان ما لم يكن في مقاومه للهواء. معايا؟ لو ما كانش في مقاومه للهواء يبقى هيرجع نفس المكان. ماشي؟ لكن لو في مقاومه للهواء لا هيقل. لان المقاومه هتمانع نوصل لنفس المكان. ماشي هتمنع وهي نازل بس احيانا ممكن وهو طالع ممكن تقاوم اكتر مثلا على حسب اتجاه الهواء بقى شغلانه ثانيه. ماشي؟ لكن لكن فين؟ هو طالع فوق. لا ما هو نازل نازل بله جاذبيه طالع عكس الجاذبيه فدي مفيش مشكله. لكن مقاومه الهواء هو طالع وهو نازل دي مشكله. خلاص؟ يبقى المفروض يرجع نفس المكان. طب تعرف تجيب لي السرعه عند الوضع ده؟ هنشوف نعملها ازاي. ادي مساله. ممكن العب بقى انا في المساله اعمل ايه يا ندى؟ عشان اصل بتقولي انت بتجيب افكار ما اعرفش منين، اهي افكار اهي. خدي نفس المساله دي واعمليها كده. اعمليها افقي، ينفع؟ اهو نفس السبرينج ونفس اللوع الخشب ونفس السبرينج اهو. واخليها افقي كده. ماشي؟ وايه رايك بقى لما نالف المساله اقوم جايب لك كده بلوك هنا كده والبلوك ده ماشي بسرعه في ايه ومديك السرعه. ينفع ولا ما ينفعش؟ وينفع كمان اقول لك في فريكشن هنا كمان ولا لا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هاي علاء ايه رايك في المساله دي كده؟ تاني ادي نفس المساله ادي الجسم وادي السبرينج هقوم ضارب الجسم ده هنا كده ايه اللي هيحصل؟ هيصطدم فيني
يضغطوا بعدين يقوم راجع تاني ماشي. السؤال اللي ممكن يتسأل، طب لما يرجع تاني لنفس البوزيشن ده هل هيرجع بنفس السرعه اه ولا لا؟ طب اكتر ولا اقل؟ اقل. ليه؟ جدع جدع شاطر ماشي. ليه؟ لان الجسم ده وهو في الوضع ده افرض السرعه دي مثلا 5 متر بير سكند وكتله ده 10 كيلو جرام، كتله ده 10 كيلو جرام كده طاقه الحركه بتاعت ده ايه؟ نص 10 5 سكوير صح؟ الطاقه دي هيبدا بقى ايه؟ يتحرك بيها، هيبدا يتحرك نتيجه الفريكشن ايه اللي هيحصل؟ هيقلل جزء من السرعه بتاعته. بعدين تو ما يصطدم هنا، اصطدم هنا السرعه، السرعه او طاقه الحركه اللي وصل بيها هنا هي اللي هتتخزن ولا لا؟ يعني افرض طاقه الحركه اللي بدا بيها 100 جول، اثناء ما مشي من هنا لهنا الاحتكاك ده نقص منه 30 جول، يبقى هنا وصل هنا بكام؟ 70. ال 70 دول تو ما ضرب في السبرين يتخزنوا ولا لا هنا؟ يتخزنوا في السبرين ماشي؟ يرجع تاني. يرجع تاني، يبقى ال 70 دول هيجيهم تاني للراجل ده، يروح راجع الفريكشن ياخد منه شويه تاني ولا لا؟ هياخد الفريكشن منه تاني، يسحب منه كمان شويه بتاع 30، يوصل هنا بكام؟ ب 40. يبقى في الحاله دي الطاقه الكليه بتاعته بقت 40، يبقى سرعته اقل ولا لا؟ سرعته اقل. ممكن اسال اقول لك طلع له سرعته لما يرجع هنا تاني، ينفع؟ هنشوف بقى. السؤال بقى اللي انا بقوله عشان الناس اللي بتحل وبتذاكر والناس اللي ما بتحضرش محاضرات ماشي، هنشوف ايه الفرق في الحل هنا والفرق في الحل هنا. اثناء ما انا بحل عايز واحد يبقى يقارن بقى هنا دي ودي ماشي. اثناء ما بحل دي عايز واحد يقارن الحل في دي ايه. الحل في دي لما اجي اكتب كده يو 1 2 بتساوي تي 2 ماينص تي 1، يو 1 2 بتساوي تي 2 ماينص تي 1. طب تي 1 الوضع الاولاني بايه؟ بزيرو. ليه زيرو؟ نزل من سكون. طب لما نزل هنا ده تي 1 ده الوضع واحد، طب لما نزل هنا مش ده الوضع اتنين؟ لما نزل هنا واصطدم بالسبرينج سرعته بقت زيرو كمان ولا لا؟ في الوضع اتنين، يبقى تي 2 بزيرو برضه ماشي؟ يبقى تي 1 تي 2 بتساوي زيرو. اذا يو 1 2 هتساوي زيرو، بس ايه هحل ايه بقى انا طيب؟ يو 1 2 بتساوي زيرو ماشي. ايه اليو 1 2 دي بقى؟ ايه اليو 1 2 دي؟ اليو 1 2 دي الورك المبذول، الورك المبذول من وضع واحد للوضع اثنين نتيجة ايه؟ مين اللي بذل ورك في المنطقة دي؟ الويت بذل ورك والسبرينج بذل ورك ولا لا؟ يبقى هلاقي هنا يو 1 2 اللي عندي دي يو 1 2 نتيجة الويت ويو 1 2 نتيجة السبرينج صح ولا لا؟ ايوه يو 1 2 للويت. واحد بقى يفتي جدع يكون صاحي معايا، يو 1 2 للويت ده نازل ولا طالع؟ نازل. نزل مسافة قد ايه؟ غلط. 100 زائد دلتا، مش هو نزل من هنا المسافه دي كده 100، ده هو كمل كمان تحت شويه يبقى 100 زائد دلتا ولا لا؟ بس ال 100 مش هيعملها 100 مليمتر، عايزينها 0.1 متر. يبقى نتيجه الويت ام جي، الام هو قايل عليها، يبقى ام جي اللي هي 6.981 في المسافه اللي نزلها اللي هي 0.1 بلس دلتا. يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ للويت. طب بالنسبه للسبرينج انا حافظ القانون كده والله، نيجاتيف هاف كي، كي اهي في اكس 2 سكوير ماينس اكس 1 سكوير، انا حافظها كده اكس 2 سكوير ماينس اكس 1 سكوير. اكس 1 عارفها،
طب واحد بقى يفتي يقول لي الاكس 2 بايه؟ اكس 1 عارفها. انا قعدت اول المحاضره اقول اكس 1 واكس 2، اكس 1 اكس 2 بايه؟ الفا زائد اكس 2. رو زائد اكس 1؟ الفا غلط. غلط. واحد من عشرة زائد غلط. اكس 2 غلط. غلط. ده انا قعدت ارسمها بايديا. مش السبرينج كان الاول هنا؟ صح ولا لا؟ كومبريسد الحته دي اللي هي 50، وبعدين كومبريسد الحته دي، يبقى 50 زائد دي ولا لا؟ يبقى اكس 2 هتساوي 0.05 بلس دلتا. في عملها 100، واحد هيطلع من الامتحان يقول يا دكتور انا عملتها 100، غلطت غلطه صغيره. لا مش غلطه، ده هي المساله باظت كده. ماشي؟ هو ده الكلام اللي انا بقوله. إيه انا ما بتعاملش في الميكانكس بالارقام. لا انا بتعامل، انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني واحد يقول لي 100 زائد دلتا، لا غلط، باظت المساله. خلاص؟ نكمل بقى بقيه المساله. يبقى ده يساوي، اكمل المساله، اكس 1 والاكس 2 هعوض بيها هنا اهو. يبقى انا عندي 0 هتساوي 6.981 بلس دلتا ماينس هاف 4 10 تو ذا باور 3. ماشي؟ اكس 2 اللي احنا قلناها، افتح براكت كده كبير واكتب اكس 2 اللي هي 0.05 بلس دلتا سكوير بلس، اسف، ماينس اكس 1 اللي هي 0.05 سكوير، واقفل البراكت. من ده هقدر اطلع معادله دلتا ولا لا؟ من ده هقدر اطلع معادله دلتا اللي هي الكلام ده. الكلام ده اقدر اطلع معادله اللي هي الكلام اللي عندي ده، هتبقى 2000، وتأكد الكلام ده صح ولا غلط، دلتا سكوير بلس 1.41 دلتا ماينس 5.89 تساوي 0. ادي المعادله. المعادله دي معادله من الدرجه الثانيه بدلتا، اقدر اطلع منها دلتا ولا لا؟ تطلع في 200 ولا لا؟ دلتا بوزيتيف ودلتا نيجاتيف، هاخد المين؟ هاخد البوزيتيف. ماشي؟ يبقى دلتا هطلعها هتطلع 0. بالميتر 0.024 متر، هضرب في 1000 اطلع بالملي. واضح؟ صعبه المساله؟ بص بقى الحل بتاع الكتاب، بس عشان الناس تقول انا هذاكر الحلول وافهم. شوف الحل عامله ازاي يا راجل. اهو مش راجل، ده معيد اللي عامله الكلام ده في امريكا. معيد اللي عامل الراجل. وعمل لك كده على طول. يو 1 2 ايكوال دلتا تي بتساوي 0. فهمت منها حاجه على طول كده؟ ايه يو 1 2 ايكوال دلتا تي بتساوي 0؟ ايه دلتا تي دي؟ المفروض ده تي 2 وتي 1 وتي 1 بي ايه وتي 2 بي ايه، ما قالش الكلام ده. بعدين جاب هنا بعد كده يو 1 2 بتساوي الكلام ده كله بتساوي 0. ايه ده؟ ما قالش ان ده بتاع الويف، ما قالش ان ده بتاع السبرينج، وبتاع السبرينج انا حاطط لك القانون على طول. فلو مش عايز القانون حط الكلام ده واعمل انتجريشن. بس لو عملت القانون على طول اسهل وهديك الدرجه عندي. ماشي؟ وادي المعادله وادي الانسر. ماشي؟ صعب الكلام ده؟ الكلام اللي انا بقى بقوله ايه؟ طيب بقيت السؤال، لو انا سائل تعرفي تطلعي لي السرعه لما يبعد هنا مسافه 50 ملم؟ عايز الوضع ده، يبقى انا اقول ايه بقى في الحاله دي؟ ده بقى اللي بيفرق عن اللي حافظ من اللي فات. طب لو قلنا ده الوضع 3، يبقى انا هتحرك منين حته بقى؟ من 2 يعني 3، يبقى اقول كده يو 2 3 تساوي ايه؟ ها بص هنا 1 2 1 2 3 يبقى
يبقى جدع 3 2 صح. طيب نيجي نبص تي 2 بايه؟ بزيرو. دي بزيرو. طب ودي 3 هو اللي هو عايزها، يبقى تي 3 اللي هي هاف ام في 3 سكوير، يبقى هنا ماينس زيرو. ماشي، دي خلصت. نيجي بقى للورك، مين اللي هيعمل ورك هنا في المنطقه من 2 ل 3؟ ها الفاهم هيكتب الويت والسبرنج. الويت هيبقى الورك بتاعه ايه في الحاله دي؟ نيجاتيف. جدع، يبقى الويت نيجاتيف، يبقى نيجاتيف ام جي. طب الويت ده طلع بقى مسافه قد ايه من الوضع اللي هو كان فيه هنا؟ ديا والدلتا صح؟ يبقى اقول كده الدلتا ومعاها ال 0.05 لان انا عايز عند الحته دي. طب والسبرينج؟ مش قلنا الويت والسبرينج؟ يبقى السبرينج اقول ايه؟ نيجاتيف هاف كي. ها؟ اكس ايه بقى؟ اكس 3 سكوير ماينس اكس 2 سكوير. صح ولا لا؟ ده هيساوي هاف ام في 3 سكوير. ماشي؟ طب اكس 3 ايه بقى يا بيه؟ اكس 2 عرفناه. جدع ذكي صاحي صاحي والله. لا بس مش طبيعي. هي يا بيه اكس 3 بايه؟ قربت بس مش هي طبيعي. لما يشيل الدنيا يبقى رجع عند مين؟ تاني لما ده يبقى في الوضع 3 هنا، شكل السبرنج فين حته؟ لما الكتلة سابت الدنيا وقف هنا. جدع، في الوضع اللي هو كان فيه ده الأولاني ده، تبقى في الحالة دي إكس 3 بتساوي إكس 1 ولا لأ؟ دي عايزة تركات الناس اللي فاهمة، عشان كده أدي الامتياز على طول. ماشي؟ صعبة؟ يبقى في الحالة دي إكس 3 هي طلعت إكس 1 ولا لأ؟ فاهمين الكلام ده ولا لا؟ اللي احنا جبناها قبل كده اهي واشتغل. ايه المجهول بقى اللي في المعادله هنا؟ بعد ما جبنا الدلتا خلاص، ايه المجهول اللي عندي هنا؟ في 3. بص 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 يا بيه، بص هي فصاحه. بص في الوضع 2، في الوضع 2، في الوضع 2 الكتلة كابسة على ادي ولا على السرنج؟ الكتلة كابسة على السرنج هنا. يبقى الوضع 2 هنا، في ايه بقى عندي؟ الكتلة كابسة هنا، يبقى في اكس 2 اللي احنا قلناها. ماشي؟ طب لما ده يطلع فوق هنا كده، ايه اللي حصل للسبرنج؟ رجع مكانه. ايوه، يبقى دي لما تكون دي في الوضع 3، السبرنج بتاعه بقى رجع تاني الوضع 3 ليه؟ الوضع الثالث بتاعه اللي هو فيه ده، فين حته؟ مش رجع للوضع الاولاني اللي هو كان فيه؟ اللي هو كان اللي هو هو مربوط هنا ولا لا كده؟ معايا؟ الوضع 3 معانا، بتكلم على كل وضع. اللي حصل ايه؟ أول وضع، أول وضع الكتلة كانت فوق هنا والسبرينج مضغوط هنا كده، ده اسمه وضع واحد. ماشي؟ تاني وضع الكتلة كبست هنا والسبرينج انضغط، أدي الوضع 2. وضع 3 الكتلة طلعت والسبرينج رجع مكانه تاني ولا لا؟ يبقى ده الوضع 3. يبقى لما اقول السبرينج في الوضع 3 الاستطالة بتاعته او الكمبريز بتاعته قد ايه؟ الجزء اللي بدأ فيه؟ فاهم؟ شايف الطريقة هي ايوه اللي الضغط في الاولاني، ما في الاولاني في الوضع واحد. مش ده كان هنا كده؟ ده كان مضغوط باكس 1 ولا لا؟ ايوه. لما ده نزل هنا بقى ده الوضع 2، انضغط تاني، انضغط تاني الدلتا. لما ده سابه رجع لوضع الاصلي ده تاني، مش الاصلي اللي هو من غير الحبال. لا اصل الحبال ما سابتوش معايا ولا لا؟ الحبال لسه ما زالت ماسكه البتاع ده معايا ولا لا؟ رجع للوضع الاصلي الوضع الاصلي اللي هو بري كومبريس اللي هو الانيشيال بري كومبريس اللي هو بعد ما ثابت ومشي. تمام، وصلت؟ طيب سؤالي بقى تاني بس عشان نفهم شويه، ايه رايك بقى واحد يفتي؟ ايه رايك لو حلينا دي؟ ها فكر بقى في ده ازاي؟
نفس المساله. قول لي لو هتعالج انت المساله دي هتعالجها ازاي؟ هنا ادي المساله اهي نفس المساله، بدل ما كده فيرتيكال لا نيمنا الكلام ده كده على ارض خشنه، بدل ما كده نيمناه على ارض خشنه. ايه الاختلاف اللي هيحصل؟ اول حاجه هنقول نفس الكلام يو 1 2 وكلام من ده، بس الويت سؤالي هل الويت هنا هينزل ورك؟ لا، اللي هينزل ورك عندي ايه؟ والفريكشن نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف وهو ماشي كده ماشي. طب وهو جاي كده هتبقى نيجاتيف برضه ماشي. يبقى الورك وهو ماشي كده هيبقى انا عندي الورك نيجاتيف، واجيب الورك نتيجه السبرينج نعرف نجيبها ولا لا. طب لما يرجع كده هعمل نفس الكلام ماشي. هنعرف نحل دي ولا ما نعرفش؟ فكر خلاص. طب ده الادهم كده كنت بديها للطلبه اكتر من كده، اميل دي كمان بدل ما افقي لا اميلها على مستوى مايل كده اهي، اميلها كده اي ايوه انا عارف 100 100. ايوه انا يعجبني الناس اللي بتفكر اهي، نيلتها كده ايه المشكله؟ خلاص. وجينا خلينا الكتله ايه تنزل من مستوى مايل كده. اللي فاهم دي ودي حل دي ولا لا؟ يعرف ولا ما يعرفش؟ لو مايل كده يبقى الكومبوننت بتاعت الوزن هيعمل وور، الفريكشن هيعمل وور، السبرنج هيعمل وور. ادي اللي فاهم هيشتغل كده عادي. بس دكتور طيب ما تطولش بس حاول. لا هي حاجه سهله بس تريك تريك ماشي. انا في تريكه بس يعني ما تطلبش مثلا يعني ديت مثلا نقعد نحلها في 3 اسطر عشان تطلع ليه 3 اسطر ليه؟ سطر واحد يو 1 2 تي 2 ماينس تي 1 ماشي بس دي تمام تي 1 تي 2 وهو راجع وهو راجع نفس الكلام هتعمل سطر كمان. طيب ما هو ديت كان واحد بحل بتلخبط بيبقى عندي سطرين مثلا وهي اصلا كده بيبقى فيه 3 كنت في امتحان بس صح ولا مش صح؟ بس فيعني المسألة ممكن الوقت انت هتاخد ساعتين الامتحان. طيب المسألة اللي قبليها، المسألة اللي قبليها زي ما قلنا ادي الفورس بالسبرينج، ادي الفورس بالسبرينج الدهاني بالمنظر ده كده. كل اللي انا هعمله احط الفورس واعمل انتجريشن خلاص من الوضع اللي قال عليه. يعني هو قايل لي كتله هنا اهي ضربت في سبرينج ماشي، مين اللي هيعمل ورك عندي هنا؟ السبرينج ماشي. يبقى الورك الوزن مش هيعمل الورك، مين اللي هيعمل ورك؟ السبرينج، مفيش فريكشن. يبقى كل اللي عمله يو ايكوال دلتا تي ماشي. بدأت بسرعة في، بدأت بسرعة اقرا مسألة كالكوليت ذا هوريزونتال فيلوستي في ويز ويتش ال 20 كيلو جرام دي اضربها بحيث تضغط الكمبريست الكلام ده بمقدار معين. فهو من زيرو كمبريست الكلام ده احط الفورس بتاع السبرينج اعمل انتجريشن نص الفي انيشال الفاينل وتخلص المسألة. مسألة سهلة ما فيهاش حاجة. المسألة دي زي مسألة البنت أو زي المسألة اللي جبناها لكم في الامتحان سهلة. بص حلها هو سطر واحد، سطر واحد أهي، سطر واحد نحلها ونشوف دي ما دي حلاوة مسائل الوور. يا سطر واحد يا تاخد الصفر، يا تحل بسطر وتاخد الدرجة يا ما تحلش وتاخد الصفر. فدي الميزة بتاعتها. يعني انا بقى اقسم بقى درجاتها ازاي عشان بس الناس تبقى واخده بالها. يعني اليو 1 2 افرض عندي ورك نتيجه الفريكشن، ورك نتيجه الويل، ورك نتيجه السبرينج. فلو المساله مثلا عليها 7 درجات هدي مثلا ايه درجتين درجتين درجتين. غلطت فين يبقى شلت الدرجتين بتاعتي، غلطت فين يا شلت الدرجتين دي، غلطت فين شلت الدرجتين بتاعتي. لكن مش غلطت فين اشيل لك الدرجه بحالها، لا ده اللي انا بعمله. ماشي هنشوف. يا عم شفنا منكم والله. لا والله انا شفت منكم كتير. انا اللي بتأذى مش انت والله انتوا اللي انا اللي بتأذى منكم. لا انا بيصعب عليا والله بيصعب عليا الشرح اللي بشرحه.
اجي في الاخر مسألة بتاعت الاريتيف موشن اللي في الاول دي والله دي موجودة عندكم في الشيء بس انا كل اللي عملته قلبت الشيء المسألة كانت اكس واي هنا كده انا قلبتها بس هي نفس المسألة واحد عامل يعمل ايه؟ ايكويشن اوف موشن هتيجي منين ايكويشن اوف موشن وعمال يكتب معادلة ماس تايم اكسلريشن والله انا عايز الكلام ده خالص وملا صفحة كل المسألة عايز ايه؟ V A بالنسبة ل V سطح V A بالنسبة ل V سطح بس مش عايز اكتر من كده عمال يكتب اه دبل دوت ماينس ار سي دبل سكوير ايه وعمال خلصها لي في الصفحه دي قلب على الصفحه نفس الكلام عادي انا ما اعرفش انت مين والله ما اعرف انت مين اقسم بالله ما اعرف مين العامل ولا اعرف الاسم حتى لو عرفت الاسم هنساه فانا حسيت ان الاخ ده مش عارف كان التوهان مش هو لا عارف يميز بين الليراتيف موشن ولا عارف يميز بين الايكويشن اوف موشن يعني ما عليه المساله عندك المسألة بتقول ايه؟ مسألة سهلة والله بتقول ايه؟ بتقول عندي حبل بالمنظر ده كده وادي هنا ادي بي وادي الحبل عندي اهو وادي الكتلة هنا كتلة ايه؟ والله انا بعمل تركية صغيرة بس للأسف مفيش حد بيفهم التركية دي الخايبة هي خايبة جدا هنا خلى الجسم ينزل بسرعة 3 متر بالسكن لو خليته ينزل من سكون تزعل خلاص باظت الدنيا واحد يقول لي يا دكتور ما علينا ماشي الحبل ده نزل هنا اصطدم بيدي لما اصطدم بيدي هنا الكرة دي وصلت عند النقطة سي الارتفاع ده من هنا لهنا 0.8 متر خلاص ايه اللي طالبه في المساله عايز يطلع الفيلوسيتي عند السي دي بروبلم 329 عايز يطلع الفيلوسيتي عند السي مديني الفيلوسيتي عند الايه 3 متر بير سكند بس كده نعمل ايه كل اللي حلتنا القانون اللي عندي من الوضع ده للوضع ده هل انا في الورك نتيجه الويت يهمني مشيت ازاي الكره؟ لا الكره كانت هنا نطت ولقيتها هنا يبقى كل اللي انا اعمله اقول كده يو من الوضع A للوضع C تساوي ايه؟ عايز اكتب القانون ده الواحد واثنين اكتب ايه؟ جدع تي سي ماينس تي اي طب تي اي مديهاني جيفن هاف ام 3 سكوير طب وتي سي مش عارفها هاف ام في سي سكوير طب والورك اللي هيحصل نتيجه ايه الورك اللي هيحصل عندي نتيجه ايه الويت الويت ده نزل فيرتيكال ولا لا نزل فيرتيكال نزل من هنا نزل هنا تبقى المسافه الفيرتيكال دي قد ايه يبقى الويت يو اي سي طب وبوزيتيف ولا نيجاتيف لا نيجاتيف وعشان خاطر اللي جنبك بوزيتيف عشان هو كده نازل يبقى انا عندي ام جي في المسافه اللي نزلها اللي هي دي يبقى دي كلها ماينس الحته دي دي كلها 0.8 دي كلها هو قال 0.8 طب الحته دي بايه 1.2 كوزاين 60 ولا لا الحته دي ايوه 1.2 كوزاين 60 ولا لا وكوزاين 60 بنص ولا لا يبقى الحته دي 0.8 ماينس 0.6 يبقى انا عندي 0.8 ماينس اكتبها اهي 1.2 كوزاين 60 ده يدي ام جي 0.8 ماينس 0.6 هتساوي ام جي 0.2 ماشي خد الكلام ده بقى عوض هنا اذا ادي اليو اي سي ايكوال اليو اي سي دي ايكوال ايه تي سي اللي هي هاف ام في سي سكوير ماينس تي اي اللي هي هاف ام 3 سكوير جبت مساله زي دي مره في امتحان
قعدوا الطلبه يزعلوا ادهولنا الدكتور، الدكتور غلطان، الدكتور ما ادانيش الكتله. انا مش عايز الكتله، ادي الكتله كنسلت، هي انا مش عايزها. واتحلت المساله من غير الكتله ولا لا؟ وكده ايه المجهول اللي عندي؟ البي سي، طلعت البي سي هتساوي، طلعنا البي سي هتطلع البي سي تساوي 3.59 متر بير سكند. خلاص؟ ادي مسألة. واحد تاني ممكن اطلبها منك تحلها بطريقتين بقى. بالايكويشن اوف موشن. فكر وتحلها ازاي؟ عندنا اس، عندنا اس. عندي بدأ من هنا وابدا اشتغل واجيب مثلا اعمل في بودي دياجرام واجيب الاكسلريشن واشتغل في المنطقه وكل الكلام ده. وتو ما وصل عند النقطه دي هنا اجيب السرعه لما يجي هنا. بعد كده اتحرك في دايره ثانيه الصغيره الريديوس بتاعها 0.2 واشتغل واجيب واعمل. ايوه بس انا ممكن يعني اكتب عليك وعكنن عليك واقول لك اعملها بطريقتين. غداتا يعني ما عليك. خلاص؟ طيب نشوف بقى مساله الامتحان اللي انتوا عكيتوا فيها اللي هي بتاعت ال امسح دي؟ اللي هي بتاعت البلس عند الايه؟ وبعدين بتاعت البين. على فكره لو كان ولد والله العظيم كنت احلها. ايه؟ لو كان ولد كنت احلها. يعني كانت مشكلتك ان اللي قاعده بينهم؟ هذه عقل كويسه. صح كده؟ ليه؟ صح كده؟ يعني زعلت انت راحت الكويت وزعلانه جدا من الكويت قوي. والله زعلانه جدا من الكويت ده هناك. حاجه وحشه والله. اول حاجه جوزها راكب تاكسي وقع منه محفظة، المحفظة فيها كل الكروت بتاعته، كروت الائتمان بتاعت مصر وكروت ورخص والرقم. طب السواق يبقى عنده دم يقول له خد الحاجة، وكان فيها مثلا 160 دولار، كله اختفى. قعد عين يوم يستنى ما فيش، يومين يستنى ما فيش. لا ترى حتى عمل محفظة. وفيها كل حاجة، ضاعت كلها. هو كان قاعد في الإمارات ما حصلش حاجة زي كده أبدا. خلاص؟ لو في أي مكان يعني. أي مكان في العالم مش هيحصل كده. خلاص خد الفلوس ورجع لي الحاجات دي يعني. لو رحت مطعم في اي دوله في العالم الحاجه ترجع تاني. لا اوكي. تلف وشك كده. لا لا بس الكويت يعني ما اعرفش ليه. السيستم على النظام بتاعنا يعني. يعني فاكر. عشان كده اتضايقت الكويت قوي من اول ده ايه ما كانش يعني. انت مش عارف تعوز على مخصص. ما علينا ما علينا. ما علينا ايه؟ لا هو في اجل ما ايه المشكله يعني؟ هو قاعد وعد منه ايه المشكله؟ لا 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 ما ينزل لا لا المشكله لا هو مشكلته ان كان تاكسي عادي لو كان راكب اوبر او كريم كان عادي عرف السواق كلام من ده حتى لو عرف السواق يقول له سيبوني تاني ركب وخدها المهم ما علينا طيب نشوف مساله ثانيه وبعدين نحل مساله الامتحان المسألة دي زي ما قلنا دي ممكن تتحل بالورك والانرجي وتتحل بالايه؟ بالايكويشن اوف موشن. نحلها ازاي بسرعة كده؟ والله ده انا عمال ابقى اسرع ما يمكن. عشان دي اخر مسألة موجودة في الشيك في الورقة الحسابية. طيب نشوف المسألة 3.127 بتقول لي ايه؟ بتقول لي عندي في مستوى مايل بالمنظر ده كده بيعمل زاويه سيتا وسيتا دي جيفن باي العلاقه اللي عندي دي هنا 5 12 يبقى ده 13 هنا في بكره بالمنظر ده كده البكره دي ربطت بحبل وحبل تاني عدى وفي هنا فورس 5 نيوتن وهنا ادي بكرة تانية ماشي ادي البكرة التانية وادي الحبلة بعدين ربطنا فيها كتلة ادي الكتلة عندي بالمنظر ده كده خلاص الكتلة 150 كيلو جرام
هتتحرك من الوضع A إلى الوضع B هتمشي 3 متر بادية بسرعة هو عاملها لتحت مش هتفرق وقال لك شوف كده تفرق ولا ما تفرقش 3 متر بير سكند لتحت أو لفوق مش هتفرق ماشي عايز يطلع السرعة عند ال B عايز يطلع السرعة عند ال B إذا كانت الفورس اللي هنا دي فورس ثابتة خلاص شوف بقى المسألة قال مفيش فريكشن بس الناس اللي بتحلوا اللي بيحلوا عايزين يذاكروا مفيش فريكشن أنا وأنا بذاكر بعمل إيه؟ طب افرض الدكتور غتت عليا وجاب لي فريكشن أعمل إيه؟ يبقى أنا أحلها بالكلام الاحتمالات التانية ماشي؟ هو قال أهو No, in the absence of friction مفيش مشكلة طب in the absence of friction وعايز يطلع ايه في المسألة السرعة عند ال B اقول كده U A B equal equal ايه؟ U B ناقص U A اتخيل T B minus T A صح ماشي؟ طب ال T A عارفها half M اللي 150 دي A square اللي هي 3 square ادي ال تي اي طب والتي بي مش عارفها هاف ام الفي بي اللي هو طالبها سكوير يبقى انا لما اجي اشتغل ببص للمعادله الطرفين بتوعكم ادي الطرف ده جبنا حاجات فيه الطرف الشمال بقى اليو اي بي ديا اليو اي بي مين اللي هيعمل ورك عندي الويت ومين تاني الفورس اللي فوق اللي هو بيسحب بيها فوق دي ولو في فريكشن يبقى الفريكشن كمان ماشي يبقى انا عندي اليو اي بي نتيجه الويت ويو اي بي نتيجه التنشن اللي فوق اللي عامله ده او الفورس اللي هو عاملها دي صح ولا لا؟ لو ويت فورس لو في فريكشن حط اتجاه لو في سبرين حط سبرين ليه لا؟ ماشي هتقول لي يا دكتور لما تحط سبرينج ازاي؟ اكلكعها لك اقوم حاطط لك سبرينج هنا كمان ايه المشكله؟ اعمل لك سبرينج انا ما فيش اسهل حاجه عندي اقلف لك المساله قوم هات لك سبرينج هنا كمان يبقى كده عملت ايه؟ كله اتلف في حاجه واحده ماشي ما علينا ما علينا ايه؟ طيب طيب يبقى انا عندي اليو اي اللي الويت قلناه ولا لا؟ ده كده طالع يبقى الويت ايه؟ ها طالع بص ولا نيجاتيف الاشاره والله بحاسب عليها نيجاتيف ام جي طب طلع مسافه فيرتيكال ولا لا طلع مسافه كان هنا طلع بقى هنا يبقى المسافه الفيرتيكال اللي طلعها دي ولا لا طب وين 3 ساين سيتا جدع يبقى في 3 ساين سيتا ماشي بعدين تعالى للفورس بقى الفورس من A لل B بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ليه بص؟ ماشي اتجاه الإذاعة طب وكام بقى؟ يبقى الفورس اللي عندي 5 في المسافة اللي مشيتها 6 جدع 6 انت جبت كام في الامتحان؟ جبت كام في الامتحان؟ ايه؟ ليه؟ لا والله هزعل لو جبت درجة وحشة. كم يعني؟ 20 يعني مثلا؟ 20 أقل من 20؟ أقل أقل انزل كمان انزل كمان أبسط 6 6 اشمعنى 6؟ ليه 6؟ ليه 6؟ ليه 6؟ تخيل كده إنك أنت عامل علامة على الحبل ده هنا كده تخيل عامل علامة حمراء على الحبل ده كده علامة حمراء طيب لما دي هتوصل هنا العلامة دي هتمشي قد ايه؟ هتمشي 2 لما تضرب 5 3 ايوه هتمشي 2 الطول ده ولا لا؟ اذا كان الطول ده 6 3 يبقى لما تمشي كده الحبل ده هيرتخي من الفرعين ولا لا؟ الفرعين دول هيطلعوا فوق يبقى هيرتخي بمقدار 6 ولا لا؟ يبقى دي مشيت كام؟ 6 ماشي واحد مش عاجبه العك اللي بعمله ماشي يقول لي يا دكتور طب وانا ليه اتعامل مع الفورس دي طب ما كان ممكن اقطع هنا
ماشي، واقول هنا في شد وشد 550 و550، لما دي تمشي من هنا لهنا صح، يبقى ال 550 دي مشيت كام؟ ودي يبقى هي هي ولا ماشي، يبقى هي هي، يبقى احنا قلنا 550 في 6 دي اللي هي اليو اي بي ماشي. اسويها بقى بالمعادله اللي فوق دي، هيساوي ايه؟ تساوي هنا هاف 150 في بي سكوير ماينس هاف 150 في 3 سكوير. المعادله دي ايه القانون اللي فيها؟ ساين سي تعرفها، ساين سي تعرفها 5 على 13، والام عارفها 150، والجي عارفها 9.81، يبقى المجهول الوحيد اللي عندي في بي، هطلع الفي بي هتطلع الكلام اللي عندنا ده. طب المساله دي هل ممكن نحلها بالايكويشن اوف موشن؟ ممكن، ممكن نحلها بالايكويشن اوف موشن، ممكن تطلع 5.51 متر بير سكند. طب ايكويشن اوف موشن عايز تعملها تعمل ايه؟ هتقطع تعمل فريضه ديجرام وتكتب ايكويشن اوف موشن، ماس تايم اكسلريشن ايكوال فورس، ماس تايم اكسلريشن ايكوال فورس اللي هي 1100 ماينس ام جي ساين ايكوال ام اي، جبت الايه؟ الايه هتطلع كونستانت، وهنا المسافه عندك والسرعه اللي بدا بيها عندك، تطلع البي بي ولا لا؟ طلع البي بي المعدل بتاعك كم سنه؟ هو المسافه 3 متر مش ايه؟ من اي حته انت اسمع، من نص العربيه، من اول العربيه، المهم ماشي شكلها. لا بجد والله بس بقول لك والله انا ما بضحكش والله، خدها من اي حته. يعني ده اللي بقول لك، دي مشي 3 متر خلاص؟ مشي 3 متر، هتقيس 3 متر من هنا خلاص، يبقى 3 متر اهي. هتقيسها من الاخر من هنا يبقى ماشي في 3 متر، لما تمشي 3 متر هتقيس من هنا، امشي لها 3 متر يبقى 3 متر، يبقى من اي حته. واضح الكلام ده؟ صعبه؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ كده حليت انا الشيت الوراني كله اهو، مساله الامتحان بس اللي انتوا اتكلكعتوا فيها وقلتوا كانت صعبه و كانت تتحل بطريقتين زي ما قلنا. امسح ده؟ مساله الامتحان ايه؟ اللي هي الجزء بتاعت السي اللي لخبطت معاكم. ادي النقطة عند الايه ووصل هنا عند البي، والمساء الزاوية دي كده كانت 30 ماشي، وادي عند البي في بي بتساوي 4 متر بير سكند، قلت لك طلع لي البي عند الايه، وكان البعد ده معرفش 0.8 ولا 2 معرفش 0.8 متر بس كده. يبقى انا بالورك والانرجي اقدر اطلعها ولا لا؟ ها دلوقتي هتبقى بالورك والانرجي، اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر ازاي؟ واحد يقول ازاي؟ اهو يو اي بي تي بي ماينس تي اي، طيب ده يساوي التي بي عارفها هاف ام، الفي بي مديهالي كان 4 سكوير ماينس التي اي مش عارفها في اي سكوير ماشي، اليو اي بي نتيجه الويت صح ولا لا؟ اديني الويت ازاي؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف الاول؟ لا نيجاتيف، نيجاتيف ام جي المسافه اللي طلعها بقى ايه؟ مش دي المسافه اللي هو طلعها دي؟ اللي هي دي؟ إذا وادي 30 وده 0.8 يبقى المسافة دي تساوي إيه؟ 0.8 كوزاين 30. إيه المجهول في المعادلة؟ المجهول في المعادلة إيه؟ الـ في إيه؟ طلعت الـ في إيه؟ ده كده من الورك والإنرجي. طب واحد يقول يا دكتور طب أنا مش عارف ورك وإنرجي، هنعملها بقى بالكلام اللي إحنا كنا قلناه قبل كده، الثيتا اللي هو الانتجريشن اللي احنا قلنا عليه. الجسم اللي عندي ده في لحظه ما كان هنا بيعمل زاويه ولتكن سيتا، هنا ادي الزاويه دي سيتا خلاص،
ايه الفورس اللي بتاثر على الجسم ده؟ ايه الفورس اللي بتاثر؟ الويت ام جي. ايه كمان؟ نورمال رياكشن. دي عايزه تطلع لبره ففي نورمال رياكشن هنا ان. صح ولا لا؟ اكتب معادله الحركه. اكتب معادله الحركه في اتجاه ده واتجاه التانجنت. ففي اتجاه التانجنت عندي التانجنت اهو. او لو عايز تانجنت فوق اللي يعجبك. يبقى لو ده اتجاه التانجنت هكتب ماس ام تايم اكسلريشن اي تي ايكوال ايه؟ الزاويه دي سيتا. دي تبقى سيتا ولا ما سيتاش؟ تبقى سيتا. حلل دي هنا كده ام جي كوزاين سيتا ام جي ساين سيتا. يبقى ام اي تي هتساوي ام جي كوزاين سيتا. كنسل الام مع الام. الاي تي اللي هي عباره عن في دي في باي دي اس جي كوزاين سيتا. يبقى ال في دي في انتجريشن جي كوزاين سيتا دي دي اس. دي اس مش دي سيتا. وانا سبق ان قلت لكم لو تفتكروا عملتها خمس مرات معاكم في المحاضره. لو قلت دي سيتا ودي ار يبقى الطول ده اس. تبقى الاس بتساوي ايه؟ ار في سيتا. تبقى الدي اس بتساوي ايه؟ ار دي سيتا. صح؟ والار اللي هو الريديوس. حاضر هرد. يبقى دي جي انتجريشن كوزاين سيتا 0.8 دي سيتا في دي في. هعمل انتجريشن. الليميت بتاع الانتجريشن عشان الناس تعمله صح. انا بعمل انتجريشن على السيتا. السيتا هنا بكام؟ عند الايه يا امير؟ السيتا هنا. السيتا هنا بزيرو. هو عايز يجيب عند ال... وعند البي عارف ولا لا؟ وعند البي ب 60. الفي عند السيتا بزيرو في ايه. عند السيتا ب 60 في بي. اللي هي بكام؟ باربعه. يبقى الكلام ده يدي هاف في سكوير من في اي لاربعه ايكوال 0.8 في جي تكامل الكوزاين. يا رب حتى التكامل مش عارفين تكامل الكوزاين. الاشاره غلط بتروح في داهيه مع الدكتور امين. لا انما انا عايز تضيع. خلاص؟ طب تكامل الكوزاين بساين. يبقى ساين سيتا من 0 ل 60. عوض بقى يبقى نص 4 سكوير ماينس في اي سكوير ايكوال. اكيد يا دكتور محدش عملها. محدش عملها. 0.8 في جي الساين 60 ساين 60 ماينس 0. من هنا طلع في ايه؟ للاسف الشديد محدش عملها ولا واحد عملها. هي مساله عليها سبعه. الجزئيه دي شلت عليها درجتين. يبقى بقيه المساله كان عليها كام؟ كان عليها خمسه. فكنت طالب ايه؟ قلت لك طلع لي الاكسلريشن رات اوف انكريز ذا فلوستي. يعني كنت عايز اطلع الاي تي هنا بايه؟ بس. فالاي تي هنا بايه؟ ام جي قلنا كوزاين ام جي ساين. كلكم عملتوا دي. طب عايز اطلع النورمال رياكشن هنا بس على دي اديت الخمسه والحته الاخيره ديت عليها فرق. نعم. التقدير ده ايه؟ اللي هي لا لا مش هضرب. لا انا طالما شغال بكوزاين هنا عادي يبقى اشتغل بالسيتا وهنا. ايوه ماشي. اس انا ماليش دعوه هحط بديل ولا ايه؟ ماشي ماشي. لا 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 سيتا اللي انت عايزها دي. ماشي؟ سيتا اللي انت عايزها. فدي اس هنا. انا ما قلتش بقى الدايمنشن هنا ايه. لكن لو في سيتا دوت انا عايز اجيب الاس بس. الاس هتساوي ار في سيتا. ماشي. السيتا اللي هي بكام بالراس؟ بالراس. الراجل اللي هي ما
ماشي يبقى سيتا هنا راد ماشي ماشي طيب لا مش هتعرف خالص ايوه اتفضل اللي عايز يمشي اتفضل